السلام عليكم. باش وقع عاوتاني مع الدكتور الفايد. انا هنا ماشي باش ندافع على الفايد لان الميدان بعيد عليا بزاف ما كان فهم فيه والو. الان لا زال الناس يقولون لماذا تهجم على العلماء؟ لا زلت اقول ليس لدينا علماء ولراجل يطلع. لكن السؤال مطروح، واش اهل العلم في الشؤون الدينيه في المغرب سمعوا بعدا اش قال الدكتور الفايد، ولا غير سمعوا شي واحد قال لهم قال الفايد، ولا تبازوا على اصحاب فيديوهات في مواقع التواصل الاجتماعي اللي اغلبها كلها كذوب ودعايات، وشفت اغلب فقهاء وشيوخ ووعاظ ودعاة من المغرب يردون عليه بطريقه مؤسفه ومحرجه ولا ترقى لمستوى. مع الاسف منهم من شبهه بالكلب حشومه كاع، هذا راه ولد بلادكم هذا. وان القران لم يفسر، دابا ظهر واحد الجاهل كيقول لهم القران باقي ما تفسرش. مرة أخرى مع الأسف هذه الحرب هذه ضد الفايد فات الحدود، حتى تجرأ صاحب قناة معنونة بشي شي حاجة من الإسلام وكيتكلم بلهجة مصرية سبوا حتى هو. واش هاد الناس هما حتى هما خافوا باش يتزحم معاهم الدكتور الفايد كيما وقع عليه مع الأطباء اللي حاربوه من قبل؟ والعجيب في الأمر هاد الناس هادو ما كانوش داروا هاد الحيحة كاملة على هذاك اللي كان كيسب في الإسلام ونكر حتى وجود الله سبحانه وتعالى. من هنا كنعرفوا بان هذا الهجوم هذا كان ينتظر فقط الوقت المناسب. هذا اللي كيقول، المهم هذا اللي كيقول بانه عالم وفقيه وشيخ خاص يرد على الفايد بطريقه لابقه وفي المستوى وليس بالشتم والسب. المشكل ديال الاستاذ الفايد دابا شي واحد علق على شي فيديو كان دارو في 2000 و... المهم هادي 8 سنين واقيلا ما عرفتش 2012 ولا 2010 دار شي فيديو هضر عليه على داك الخبير اللي اولا العالم اللي اخترع الكهرباء. ايوا المهم شي واحد صاوب داك الفيديو وعلق عليه و... ايوا بداو عباد الله كي من هب ودب يرد عليه، واقيلا طلعوا ليه الدم ولا ما راه مات تحت الضغط وبقى عارف شنو كيقول. صافي طلع ليه الدم تا هو بدا غير كيشرشم. على كل حال الله يخرج العاقبه على خير. الدكتور الفايد لما قال ما عندنا علماء كان كيعني بها فيما يخص مثلا قضيه التغذيه بهاد الحشرات هادو اللي ولاو الاشاعه ديالهم هاد الايامات. ايوا علاش اهل الدين دخلوا في هاد الشيء هذا تا هما؟ اش دخل اهل الدين في هذا الشيء؟ اش غيفهموا في هاد الحشرات هما؟ خصهم يفهموا المقصود بعدا وعادي تدخلوا. كنت كنحترم هاد الناس هادو كنتبع الندوات ديالهم. عوض ما يردوا على الدكتور الفايد بكلام غير زين ومعقول ومقنع وبدون فض خرجوا مع الاسف بالشتم والقدح، وهذا الشيء راه ماشي في المستوى وماشي هذا الشيء اللي كنا منتظرين منهم. الآن حينما تسمعون صيحات الماديين والملحدين والعلمانيين إلا بالله والله لا حول ولا قوة إلا بالله. هادو ما درسوش العلوم الكونية وخايفين منك يترعدوا منا، يعني ما قدروش على الرياضيات، ما قدروش على الفيزياء، ما قدروش على الكيمياء، ما قدروش على البيولوجيا، على الأحياء، ما قدروش على هاد العلوم، مشاو درسوا الشريعة وبغاو ديك الشريعة هي اللي يعني يطحنونا بها. الإنسان اللي يبغي يدافع على الإسلام كيخصو يدافع عليه بطريقه كتدخل النفس ديال بنادم اللي كيتصنت، ديك الهضره كتدخل ليه القلب ديالو، ماشي واحد الهضره بنادم يتكلم هو منيرفي بحال كيرد على فرعون. كيف ما كان الحال الفايد الدكتور الفايد راه مغربي وراه عنده علم في شحال من حاجات، راه ماشي غير اجي ونرد على الدكتور الفايد بلا ياك. قال لكم الا كان شي عالم وكان راجل يتفضل يلاه ديروا معاه شي دواء، ديروا معاه شي دواء الا تقدوا. اما الواحد يخرج من الميكرو يبدا يسب ويبدا يجرح فيه بحال هكاك راه تنظن بان حشومه. وغادي نسمعوا الكلام ديال بعض المغاربه اللي كيفهموا في الدين تا هما كيفاش ردوا عليه بواحد الطريقه زوينه ماشي بحال شي بعضين. والله يهدينا. وراه هاد الفقهاء وهاد العلماء هاد ديالنا هما اللي طلعوا ليه الدم تا ولا هيك يقول لي اللي كان هنا الانسان ملي كتضغط عليه وانت ما عرفتيش حتى شنو قال وتجلس تعاود تعاير فيه وتسب فيه سي نورمال غادي ينفجر. من جملة تصريحات وردت من
أحد إخواننا في بلادنا المغرب وهو الدكتور الفايد حفظه الله. لا إله إلا الله. ولذلك أقول وبالله التوفيق، الدكتور الفايد انتفعنا به كثيرا في مجال تخصصه فجزاه الله خيرا، وقمنا بإذن الله تعالى بتنفيذ كل ما كان إن شاء الله تعالى يوصي به المسلمين في مجال ما يسمى بقضية علاقة الصحة بالتغذية، فجزاه الله خيرا وأكرمه الله تبارك وتعالى وحافظه الله. فهذه المسألة لا نناقشها لأننا لسنا من أهل هذا الشأن. ما مثلا هذا الرد، هذا المؤدب الغير الجريح، هذا هو الرد اللي تخصو يكون بحال هكا، ماشي خصنا نبقاو نغوتو. ثانيا نتفق مع الدكتور الفايد حفظه الله حينما يقول على العلماء أن يتكلموا حينما يساء إلى الدين، وهذا حق. لا بد أن يتجنب وأن تستنكر الفطرة ديالو هذه الخبائث، هذه الخبائث. فالدكتور محمد الفايد جزاه الله خيرا كيقول لك ليس هنا علماء. نسمع عاوتاني الشيخ النهاري شنو قال على هذه الكلمة ديال لا يوجد علماء، نسمع شنو غيقول. يقول الدكتور الفايد في كثير من تدخلاته يعني لا يوجد علماء، يعني لا يوجد علماء. هذه كلمة بإذن الله تعالى تحتاج إن شاء الله تعالى إلى مصداقية وإلى تدليل على ذلك. فالأمة أبدا لم تعش في زمان بغير علماء، لأن الله لما أنزل هذا القرآن تكفل بحفظه، ثم أرسل رسول الله القرآن الناطق الذي يطبق هذا حتى يكون إن شاء الله حجة على كل المسلمين إلى يوم القيامة. وكاينين شي وحدين مع الأسف عندهم قنوات خرجوا كيردوا عليه، تقول هادو علماء صافي راه وصلوا، ما عاد فين وصلوا. ما خصك بنادم يبقى يتسرى بحال هكاك، واحد اللي ما عنده علم في واحد الحاجة غير يسكت، ما يبقاش غير ينقل بعدا الهضرة من هذا ومن هذا ومن هذا وحطها، ماشي تبقى تخرج من عندك غير اللي كان. مشكلة الإخوان، مشكلة، هذه هي المشكلة اللي كيتكلم عليها الدكتور محمد الفايد. ولهذا الدكتور محمد الفايد كيخطى بعض المرات، واحد المرة ماشي بزاف خطا شي مسائل، ولكن ما يهمش. علاش؟ لأن صاحب العقيدة المرة أخرى عنده الولاء والبراء، ويحب في الله ويبغض في الله الدكتور محمد الفايد، هذه شهادة لله. الدكتور محمد الفايد بعض المنابر الإعلامية هنا في المغرب استضفاته والله ما بغى يمشي. علاش؟ يقول لك أنا لا أركن إلى الظالمين، وحلقة أنا ماشي مع الدين الله، أنا من صعد عليها، من شد الميكروفون ديالها، من تكلم فيها لتحقيق الولاء والبراء، وهذا من مقتضيات التوحيد. أكثر طلبة العلم اللي يدعوا العلم والله ما عندهم العقيدة. لا تظنوا أن الدكتور فايد يتكلم عن فراغ أو يتكلم عن جهل، وإلا طلع لي شي عالم غادي ندمه. أنا قلت ليس لدينا علماء، ليس لدينا علماء، نقطة على السطر صافي، غنطليو طليتنا بالدارجة. واللي ناضي يقول لك نحن بلد مسلم، غادي نشوفوا واش بلد مسلم ولا لازلت نائم، يعني انهم اصحاب الكهف. يعني الدخول المدرسي سيكون بالوان قوس قزح، غادي يكونوا ادوات مدرسيه بلون قوس قزح للاطفال، سيكون كذلك يعني بعض المحفظات الكتب، وسيكون كتب كذلك مطبوعه باللون، وبعض الدفاتر مطبوعه بهذه الالوان، وبعد اللعب مطبوعة بهذه الألوان. ثم انتبهوا للشباب، لذلك اللي عدوا شي ولد يشدوا، ماشي شي نهار تقول لك أنا ولدي يعترف بهؤلاء، أين كان؟ سيعترف بهؤلاء وسيذهب معهم، لا البنت ولا الولد. هذه الألوان مقصودة، هذا شعار الشاذين. تخصص العلماء الكون، علوم الأغذية لا يقدر عليها هؤلاء.
لأن الفقهاء غير قادرين على هذه الأشياء لأنهم لم يدرسوا العلوم، لم يدرسوا العلوم. ثم كيعطيونا واحد الواجهة، واحد الدبابة كيختفي وراءها. العلماء ورثة الأنبياء كلها.